دولة الخلافة العثمانية في أرقاء. بلغت الدولة العثمانية ذروة مجدها وقوتها خلال القرنين العاشر والحادي عشر هجري، فامتدت أراضيها لتشمل أنحاء واسعة من قارات العالم القديم الثلاثة، أوروبا وآسيا وإفريقيا. وصل عدد الولايات العثمانية إلى 29 ولاية، وكما كان للدولة سيادة اسمية على عدد من الدول والإمارات المجاورة في أوروبا كفرنسا مثلا. وقد بلغ العدل والأمن في الدولة العثمانية إلى درجة جعلت الرهبان والقساوسة في بعض الكنائس البلقانية يدعون بهذا الدعاء: يا رب يسر لنا الدخول في ظل الحكم العثماني لكي نستطيع العيش بأمان من ناحية الدين. لا توجد دولة إسلامية على امتداد التاريخ الإسلامي شغلت ببعديها الزماني والمكاني ما شغلته الدولة العثمانية، والتي تمثلت بزهاء الستة قرون من عام 699 هجري إلى عام 1341 هجري، ومساحة حكم بلغت 20 مليون كيلو متر مربع، أي ضعف مساحة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، وهي حوالي 10 مليون كيلو متر مربع. وكانت مساحات شاسعة جدا كلها تحت الحكم الإسلامي، وتليها دولة الخلافة الأموية ب 15 مليون كيلو متر مربع، وتليها دولة الخلافة العباسية ب 11 مليون كيلو متر مربع، بحيث أن دولة الخلافة العثمانية وصلت بعد تقسيمها إلى أكثر من 32 دولة. تولى حكم الدولة العثمانية 36 سلطانا، واكتسب آل عثمان لقب خليفة رسول الله منذ عهد السلطان سليم الأول سنة 923 هجرية، واستمر الحكم 642 عام، وتولى منصب الصدر الأعظم 219 وزيرا، وأما منصب شيخ الإسلام فقد تولاه 131 عالما. ومن أشهر الرايات العثمانية ثلاثة: الراية الحمراء والتي يتوسطها هلال ونجمة، واعتمدت بهذا الشكل من سنة 1260 هجرية، وهي راية الدولة العثمانية. وأما الراية الخضراء ذات الثلاث أهلة فهي لواء الخلافة، والراية الحمراء الداكنة هي راية الجهاد وترفع في الحروب والغزوات. هل تعلم أن أول جيش رسمي محترف في التاريخ العسكري في العالم هو ييني تشري، وهم الإنكشارية وتعني الجيش الجديد، وقد تم تشكيله في عهد السلطان مراد الأول عام 726 هجرية، وبعد 125 عام قام ملك فرنسا شارل السابع عام 851 هجرية بتشكيل جيش محترف ورسمي أطلق عليه اسم فرانك أرشي. أول إصدار للنقود الفضية كان في عهد السلطان أورخان بن عثمان في بورس، وتسمى أقجة، وكتبت عليها كلمة الشهادة وأسماء الخلفاء الراشدين الأربعة في أحد وجهي العملة، وفي الوجه الآخر قبيلة كابي وتاريخ السك 727 هجري. هذا وقد كانت نسبة انخفاض قيمة العملة العثمانية 24 بالألف خلال 427 سنة، من 726 إلى 1153 هجرية، وهي نسبة ضئيلة جدا في هذه المدة الطويلة. وكانت الأوقاف لها أهمية كبرى، والتي يسميها العثمانيون عمارات وقفي، أي وقف المطاعم الخيرية، وكانت العمارات تقدم أكلا مجانية لعدد يبلغ 20,000 شخص يوميا، وكان مثل هذا في كل الولايات. وكان المطعم الخيري بجامع السليمانية تبلغ ميزانيته عام 994 هجري ما يعادل 10 ملايين دولار أمريكي إلا قليل. وبذلك يتضح لنا أن الخلافة العثمانية كانت من نعم الله على هذه الأمة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.